اللي صح دقيقه نقدم باللي راه معايا لانه صعوبه الاتصال فعيطنا له بالواتساب. نبيل صح فطورك؟ صح فطورك غدا. شنو راني زعفان عليك؟ علاش زعفان عليا يا خويا؟ باسكو تعرض الشام وتهداك ولا ما تعرضنيش؟ يا خويا عرضتك انايا كاع من بديه تاع رمضان وقلت لك جيب مقيوس معاك وإلا بغيت ما تجيبهاش ما تجيبهاش. افهم روحك يا شعبي ملي تعرضني باطل باطل يا خويا تحشم فيا في الديريكت والله ما تحشم يا تلقى ولا بقى نبيل؟ نبيل توحشناك خويا. صح فطورك؟ صح فطوركم حتى نتوحشتكم. وكان ماذا بينا تكون معنا؟ شوف رانا جايبين محمد بن داود ونسيم حدوش. أو من الصباح هما يقولوا حنا هما العمل، حنا نجاح العمل، ونبيل عسلي راهو غير زياده معنا. يرحم بابا. شوتي. داروا لك انقلاب. ها؟ حفظتهم زعما عطيت لهم الدار. انا سقسيتهم الشيوخ شكون يتحكم فيهم، قالوا لي نسيم حدوش. انا صور سيناريو قال لي بن داود انا كتبته. يا خويا شوف ما كاش كاع اشاره لنبيل عسلي. وانا واش درت مالا؟ انت دقيش تبرك يا خويا. انا خلصت بصح نبيل ردود ايجابيه على دقيوس ومقيوس. كنا نقولوا باللي كيفاه المنتجين ربما شافوه مخاطرة، بصح المنتج اللي تعاملتوا معاه رضوان أشيح قرر باش يكون كاين هذا العمل، الشروق تعرضوا أيضا في توقيت جيد والحمد لله ردود فعل مليحة. لا الحمد لله مهضب ونسلم عليكم على نسيم محمد الشاموتي مطاوين وغاز. صح فطوركم صح فطور المشاهدين. لا والله الحمد لله ردود فعل مليحه. صح انا وسين نحيي الكوراج تاع وسي قناه الشروق ثاني قادها لانه دقيت مقيوس امام ضوني الناس ولات تخافوا السلطات. ما فهمتش علاه عادوا جو كرو ولا ما يحبوش الطح كيما زمان ولا ما يعرفوش يقدموا كيما زمان. راح دونك حنا رانا نضحكوا برك يعني خارجين كاع. انا في المباشر خويا خير كبير نقص شويه ولا شوف لا خويا شوف الضحك شكون يكره الضحك بصح معليش غير بشويه شموتي. وشوف نحيي قناه شروق على الكوراجي اوصي رضوان باسكو رضوان هو كان كيفاش يقولوا هو اللي كان اللي ديغنو يقولنا وي نديروه ما كان حتى مشكل الى بخي لو ريسك الى كونفينكو قناه شروق والحمد لله يبقى فوالا ريزلت الحمد لله. شفنا نسيم قال لي الحلقه تاع العرس كانت هي الحلقه اللي ضحك فيها بزاف، انت توافق ولا لا؟ برمي الحلقه اللي ضحكنا فيهم بزاف باسكو فالي فوار اللوك تاعنا كيفاش دايرين كناش يضحك اللوك تاعنا بالمصطاش والكوستيم هذاك كولوري. هو اللوك هو نسيم ما بدلش بزاف في اللوك. ها نسيم غاردا غير شعرو نبي كنت مبان سباع فيصل تحب تسال نبيل تفضل. نبيل لك تسمع فيا وي سمع نبيل كنا بسالنا نسيم حول العوده الى الجزء الاول نعاود نسقسيك انت كذلك كنت كومبليس معايا الفكره الى العوده الى السبري تاع الجزء الاول تاع دقيوس ومقيوس علاش وليتوا له الجزء الرابع هذا؟ باسكو شفنا بلي باسكو النجاح كان في دقيوس ومقيوس يعني في الان وفي الدو كيقولوا الان دائما نقولوا الدو باسكو دو سيزون يتشابهوا